أعزائي المشاهدين، برحب فيكم في سحورنا النهاردة. سحورنا إن شاء الله يكون خفيف وسريع وأكيد هيكون لذيذ. أنا والشيف سليمان هنجهزه وأكيد أنتوا هتكونوا معنا. أهلا وسهلا يا شيف. أهلين يا سالة. إزيك؟ الحمد لله. هتعمل لنا النهاردة سحور؟ نعم أكيد. هتعمل لنا إيه؟ مناقيش زعتر. مناقيش زعتر؟ أيوة، وميكس مع جبنة كمان. ومعانا جبنة كمان. طيب خلينا نعرف المشاهدين بالمقادير. معانا هنا العجينة. أيوة. متكونة من خميرة. خميرة ومية وطحين وملح. أيوة. اوكي، ومعانا هنا زعتر. أيوة. وهنا زيت، زيت زيتون، وهنا جبنه، وهنا معانا طحين، سكر. عشان ايه؟ نعمل لك شاي بالنعنع اليوم. تعمل لي شاي بالنعنع يا عيني، يعني شاي مع المناقيش. هنبدا دلوقتي ونعمل العجينه. أيوة. يلا هنعمل عجينه. خلصنا من مناقيش الزعتر، هيك صاروا عنا جاهزين. والنص التاني جبنا هنحطهم في الفرن. الفرن، يلا نحطهم في الفرن. انا هنضف هنا المكان شويه. طيب يا شيف هنضف مكاننا. عندنا ايه كمان نعمله؟ نشرب شاي. نشرب شاي طبعا. طيب نشرب شاي. في حاجه حاسه انها جايه. طبق الخضرة ممكن تمسك. سلام يا سلام، الخضرة الطائرة هاي. خضرة الطائرة، بس ثواني انظف المكان اول. يلا يا أصالة، ليش بطيئة اليوم؟ انا البطيئة برضو. يلا هنظف هنا. اتفضل. سلام. لازم ننظف ورانا. أوه. على طول. يلا اتفضل. السفرة جهزت، باقي علينا ان احنا نعمل الشاي. وهنا الخضرة، معانا أنواع كتير. معانا فلفل أخضر، فلفل أصفر، طبعا الاثنين فلفل حلو. معانا طماطم، خس، خيار. ممكن نحط زيتون، ممكن نحط لبنة، جبنة. لبنة، جبنة، كتير، أي حاجة في البيت. وادي الجبنة وصلت. هاي الجبنة سمعتنا. وادي الجبنة جهزت، وادي الخبز جاهز عشان الجبنة مع الخضرة. وإيه كمان معانا يا شيف؟ لو في شوية زيتون. شوية زيتون؟ شوية زيتون. يا سلام يا سلام. زيتون أخضر، زيتون أسود. أنا أحب الزيتون الأخضر، أنت تحب أي واحد؟ أنا أسود أخضر، مهم زيتون. مهم زيتون. طيب هنبدأ دلوقتي ونعمل الشاي. قديش بدك سكر؟ أنا عايزة واحد واحد. طيب واحد واحد شربني على مزاجك يعني. خلص واحد واحد. وهنحط الشاي اللي إحنا غليناه. يا عيني عليك يا شيف. كمان كوباية. خلصنا. خلينا نشوف حصل ايه. طيب مع المناقيش يلا بعد ما نقلب. سحورنا النهاردة لذيذ جدا. احلى حاجة مناقيش مع شاي، شوية خضرة، زيتون. خلاص هتصدق كيف طلع الشاي. قولي طعمه ازاي؟ الشاي بجنن. بجنن. يلا شوف. هنشوف المناقيش. ايوه. عشان انا جعت. تمام. جهزت؟ طبعا. المناقيش جهزت. هلا وين الصحن الطائر عشان نسكت فيه يا عمي؟ والله يا اصالة. ايه يا شيف؟ مين زعلك بس؟ هذا الصحن الطائر ولا تزعل؟ لا جاي يرقص الصحن. هنحط في ايه؟ عايز ايه؟ أنا ممكن أساعدك، قول لي. طيب نحط الصحن هون. نحط الصحن هون. وأعطيني معلقة. معلقة. هتولى الموضوع أنا. يلا. بما إنك أنت عملتهم. سلام. أنا هحطهم. دي اللي هي مناقيش جبنة. جبنة أيوة. وزعتر مع بعض. هنا الزعتر لوحدها. إيه رأيك؟ إيه زعتر كتير. أحلى. تمام؟ أطيب قصدك. وآخر منقوشة. خلصنا. لحظة شيل الصينية. أيوة عشان سخنة. يلا شيليها أنتي. نشيلها أنا. سلام. وادي
ادي السحور جاهز. كان معانا مناقيش زعتر ومناقيش جبنه وزعتر، والشيف مصر ان هو يشرب الشاي قبل ما ناكل، وكان معانا زيتون وجبنه وخضره والخبز، وخلصنا. شكرا لك يا شيف، يسلموا ايديك. صحتين وعافيه. صحتين علينا وعليكم. شكرا لكم للمتابعه. صيام مقبول، والى اللقاء.